ما حكم تغيير لون الشيب بالحناء والكتم؟ هل هو واجب أم سنة؟ هذه نغزة هذه. اختلف أهل العلم في هذا. البعض يرى أو الأكثر يرى أنها سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب وجنبوه السواد، على خلاف جنبوه السواد، والصحيح أنها لا تثبت، وإنما غيروا الشيب هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، فقالوا لا يستحب تغيير الشيب. على كل حال مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأكثر على أنه سنة تغيير الشيب بالكتم أو غيره. نعم.